الإعداد الملكية المغربية للرياضة المدرسية نحو تحقيق مصار أبناء هذا الوطن الحبيب. إذن أطلب من الجميع الحضور إلى جانب المنصة لافتتاح هذه البطولة الإقليمية لألعاب القوى بعزف النشيد الوطني المغربي. إذن مع تحية العلم الوطني. بشعار الله الوطن الملك تنطلق هذه البطولة الإقليمية لألعاب القوى.
هذه البطولة الإقليمية لألعاب القوى لإعلاء شأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية وفوائد صحية كبيرة وتوعية الشباب بأهمية الرياضة في الحياة اليومية من أجل الصحة والعافية وتشجيعهم على ممارستها. إن البطولة الإقليمية المدرسية لألعاب القوى تشكل مناسبة مهمة لاستحضار الرعاية الكريمة التي تحظى بها الرياضة المدرسية من لدن صاحب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وحفظه الله ورعاه في دعم قطاع الرياضة المدرسية، ولا سيما جهود الوزارة لتوفير البيئة الملائمة لإنجاح فعاليات البطولة المدرسية التي تساهم في تحقيق الأهداف النبيلة الرامية إلى جعل الرياضة أسلوب حياة في المملكة المغربية.